أم وستة مواليد يموتون في اليمن كل ساعتين حسب اليونيسف. هل أصبح اليمنيون مجرد أرقام في التقارير الدولية؟ كيف يمكن إنقاذ الطفولة في اليمن في ظل الحرب؟ أهلا بكم. يحتفل العالم قريباً بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل في وضع كارثي يعيش أطفال اليمن بشكل عام والأطفال حديثو الولادة بشكل خاص، فضلاً عن أمهاتهم، والذي جعل الكثير من الأسر تتجه لإنجاب الأطفال في المنازل بعد تدهور الرعاية الصحية وعدم القدرة على دفع تكاليفها. تنص المادة 24 من اتفاقية الطفل على رعاية ما قبل وما بعد الولادة في الوقت الذي تقول فيه اليونيسف إن الرعاية الصحية والنفسية للأمهات والولادة على حافة الانهيار، فما يفوق 51% من جميع المرافق الصحية تسببت الحرب المندلعة في اليمن منذ سنوات في انهيارها، بينما تعاني المرافق المتبقية من نقص حاد في المعدات والأدوية. كيف يمكن مواجهة الانهيار المستمر لمنظومة الرعاية الصحية للأطفال؟ وأين تذهب موازنات المنظمات الدولية التي تعني بشأن الطفولة؟ وأين دور الحكومة ممثلة بوزارة الصحة؟ وماذا تفعل مكاتب الصحة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي؟ كان فقيراً لكنه الآن معدماً. اليمن الذي تتسع فيه يوماً بعد يوم مساحة الضرر على الفئات الأكثر ضعفاً، ما يعني وفق اليونيسف استمرار التكلفة المتزايدة على حياة الأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم أيضاً. فالنزاع المستمر في اليمن منذ سنوات تسبب وفق بيان اليونيسف بتدهور غير مسبوق لوضع الأطفال وأمهاتهم، جعل معه الاستمتاع بحقوق الطفولة غير مجد، فالأطفال الناجون من الموت لا يمتلكون قدرة الحصول على رعاية صحية ملائمة. تموت أم واحدة وستة مواليد بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة كل ساعتين، كما توضح إحصائية اليونيسف، بسبب انهيار الخدمات العامة في اليمن، خصوصاً منها المرافق الصحية الناجية من الدمار والتي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات والموظفين. تدهور الخدمات العامة وضعف الرعاية الصحية والعجز المادي للأسر أجبر الكثير من الأمهات على إجراء عمليات الإنجاب في المنازل في مغامرة غير مامونة العواقب على صحة الطفل والأم، وهو ما طرح استفهامات كثيرة حول دور المنظمات الدولية المعنية بالطفولة ومصير الموازنات التي تصرف لها، فضلاً عن دور وزارة الصحة والجهود التي تقوم بها مكاتب الصحة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. تتضمن اتفاقية حقوق الطفل التي تقترب من ذكرها الثلاثين التزامات الدول بتوفير رعاية ما قبل وما بعد الولادة في بلد لا يستطيع توفير حق الحياة ذاتها للأطفال، وهو ما جعل منظمة الطفولة تعتبر الحرب باليمن هجوماً واضحاً على الأمومة والأبوة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معنا الدكتورة اسمهان علي، وهي طبيبة منتعز عبر الأقمار الاصطناعية، وسينضم مع آخرنا خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير دكتورة اسمهان. مساء النور والعافية. أهلا بك. إذن دكتورة، اليونيسف أصدر تقرير يقول أن أم تقريبا وستة مواليد يموتون كل ساعتين في اليمن، وهناك تقرير سابق أن هناك طفل يموت كل 10 دقائق، ما تعليقك على هذا التصريح؟ هو فعلا بعد 4 سنين حرب ونحن الآن ندخل في 5 سنة، اليمن تعتبر تمر اليوم بأسوأ كارثة في العالم. اليمن اليوم 17 مليون يمني يعانون من سوء التغذية والأمراض المختلفة، 9 مليون بحاجة إلى مساعدات عاجلة. طبعا المنظومة الصحية منهارة جدا، هذه 4 سنوات حرب عقاف خرجت عن نطاق الخدمة الصحية. 55% من المرافق الطبية على مستوى الجمهورية خرجت عن نطاق الخدمة
طبية صحيحة، وما تبقى من المستشفيات عبارة عن 45% من المستشفيات، وهذه المستشفيات المتبقية تقدم خدمات بربع طاقتها المعتادة. أضيف إلى أنه أيضا بمجال اهتمامنا اليوم هو الرعاية الصحية الأولية والنساء الحوامل والأطفال، تجدين أن 70% من النساء اليمنيات يتم توليدهن بواسطة قابلات غير مؤهلات، أي بالطريقة المعتادة البسيطة. ونحن بحاجة 30 قابلة لكل 10,000 مواطن. أيضا حتى على مستوى القابلات وتأهيلهن هناك عجز. أيضا أضيف إلى أن الأطفال والتحصين، اليوم تصل إلينا مواد التحصين عبر مسافات شاسعة، خاصة مع تقطع سبل الطرق بين المدن، وبالتالي لا ندري ما هي هذه المواد أو أدوية أو محاليل التحصين للأطفال، وبالتالي لا ندري فاعليتها، إنما سيكشف الوقت مدى فاعليتها، وهل يتم نقلها عبر هذه المسافات الشاسعة بطريقة آمنة لتصل إلى أطفالنا. أضيف إلى أن مستشفيات النساء والولادة يتم لا يوجد اهتمام بها حقيقي في كافة مستشفيات الجمهورية، لأنه اليوم يهتمون بالأقسام الجراحية أكثر من اهتمامهم بالأقسام النساء والولادة، نتيجة تساقط الجرحى تباعا في المدن نتيجة الحروب المستمرة، فأهمل جانب النساء والولادة والأطفال، وأهملت مستشفيات الخاصة بالأمومة والطفولة، وحتى المنظمات الداعمة تدعم في الجانب الجراحي وجانب العظام والجوانب الأخرى ما عدا جوانب الأمومة والطفولة، الدعم فيها يكاد يكون محدود جدا. طبعا إلى قبل 3 سنوات هناك أصدرت منظمات اليونيسيف والصحة العالمية، إلى قبل 3 سنوات يعني خلال 3 سنوات حروب، الآن لم تصدر إحصائيات بعد تلك الإحصائيات، 2 مليون طفل يعانون من سوء تغذية، وحوالي 500,000 طفل من سوء تغذية مختلف، ونصف مليون فعلا أصيبوا بسوء التغذية، ويتوفى طفل كل 10 دقائق كما قلتي، ويمكن أن يتم تلافي هذا الوفيات بوسائل بسيطة، ولكن نعم حتى هذا الموضوع دكتورة يعني مسألة الحلول نفتقدها. نعم، ولكن قبل ذلك يعني ألا تجدين أن الرقم ربما يعني هل يعقل أن يكون واقعيا بالنسبة لحديثي الولادة؟ يعني لو قمنا بعملية حسبة بسيطة فهي تتحدث عن 70 مولود يموتون في اليوم، هل هذا الرقم تجدينه واقعيا من خلال مشاهدتك؟ طبيعي أن يكون ذلك الرقم موجود، لأن المنظومة الصحية قلت لك 55% من المستشفيات في اليمن خرجت عن نطاق الخدمة، وما تبقى منها يعمل كمشافي جراحية فقط لاستقبال جرح الحروب. أقسام النساء والولادة أغلقت، المستشفيات الخاصة بالطفولة أغلقت ما عدا بعض المستشفيات التي تقدم خدمة، وحتى تعاني من النقص في كثير من المواد وكثير من الأدوية. أصبح اليوم اليمن تمر بكارثة هي الأخطر عالميا، وطبعا الوضع كارثي في اليمن، واستمرار الحرب يعني مزيدا من الكوارث ومزيدا من الضحايا. الضحايا الذين نراهم هم الجرحى، ولكن هناك ضحايا من الأطفال الذين يتساقطون، كل عشر دقائق يسقط طفل لأسباب قلت لك يمكن أن نتوقعها، لكن لا نستطيع أن نتلافى الأسباب لضعف الإمكانيات. نعم، إذن كيف أو ما مدى تأثر المنظومة الصحية نتيجة الحرب؟ نعلم ربما أن هناك قصور في المنظومة الصحية في اليمن من السابق، ولكن بطبيعة الحال لا بد أنها تأثرت بشكل أكبر في ظل الحرب. نعم، هناك مستشفيات تعرضت للقصف المباشر والاستهداف المباشر، فأغلقت كثير من أقسامها وأصبحت تعمل بربع ما كانت تقدمه، يعني ربع خدمات ما زالت تقدم ربع الخدمات التي كانت تقدمها سابقا. هناك أيضا مستشفيات التي ما زالت تعمل في خدمة الأمومة والطفولة أصبحت محدودة جدا، الدعم لها أيضا محدود جدا، والمنظمات محدودة جدا، لا يوجد دعم بحجم المعاناة أو بحجم الكارثة.
يعني مستشفيات بأكملها أغلقت، أدوية لا تتوفر في الأسواق، وإن توفرت بعض الأدوية التي تحتاج إلى حفظ أو بوسائل كهرباء ثلاجة يعني نفتقد إلى الكهرباء التي تقوم بحفظ هذه المواد. كثير من البنية التحتية في المستشفيات أصبحت منهارة، تأهيل الكادر المؤهل أيضا لا يوجد كادر مؤهل بمعنى الحقيقي في مجال النساء والولادة، في مجال الأطفال الكادر معظمه نزح إلى خارج المدن أو إلى دول أخرى، ولا يوجد تأهيل أو اهتمام في هذا الجانب حتى على مستوى التعليم وتخريج الكوادر. الأطفال أيضا يولدون في ظروف غير آمنة، حيث كما قلت لك أن 70% من اليمنيات يتم تولدهن من قبل قابلات غير مؤهلات. نعم، إذا لو تحدثنا عن المناطق المحررة دكتورة، يعني ما الذي تقدمه الحكومة لإنعاش القطاع الصحي في المناطق التي تسيطر عليها؟ طبعا المنظمات الداعمة في مجال النساء والولادة والأطفال معظمها تتواجد في مناطق سيطرة الحوثيين. مناطق سيطرة الشرعية توجد بعض المنظمات مثل مثلا منظمات بلا حدود التي تدعم على استحياء بعض الأقسام في بعض المستشفيات، لكن أغلب المستشفيات ما زالت مغلقة، ما زال مغلق فيها قسم النساء والولادة. الدعم يأتي ما بين حين وآخر، ولكنه دعم محدود جدا لا يتواءم مع الاحتياج. طبعا نحن كل يوم نخسر أطفالنا، والوفيات من النساء الحوامل في تزايد مستمر. طبعا وزارة الصحة أيضا تبذل ما بوسعها، ولكن طبعا وزارة الصحة أصبحت تتحمل جهد كبير إن سقوط الضحايا بشكل مستمر نتيجة القذائف، فهي تهتم بالمراكز الجراحية وتعطيها حقها من الاهتمام، والعبء أصبح ثقيل عليها. المنظمات الداعمة هي تتواجد في مناطق الحوثيين، أما في مناطق الشرعية قلت لك هناك بعض المنظمات ولكنها تدعم على استحياء بعض الأقسام. ففي مدينة مثل مدينة تعز التي تعداد سكانها كبير جدا، الذي أكبر تعداد سكاني في المناطق المحررة هو في مدينة تعز على مستوى حتى الجمهورية، مش المناطق المحررة فقط إنما أيضا على مستوى الجمهورية والمناطق المحررة، نجد أن في مدينة تعز هذه التي فيها عدد سكان كبير جدا لا يوجد فيها إلا مستشفيين حكوميين لاستقبال النساء والولادة. في الجمهوري والمظفر، المظفر سعته السريرية صغيرة جدا لا تكاد تذكر، لديك الجمهوري فقط، يعني الجمهوري على مستوى تعز كله. هذا كمدينة أضرب لك مثلا، يعني أقرب مثال هو الجمهوري، يعني منظمة أطباء بلا حدود تدعم فقط مستشفى الجمهوري على مستوى مدينة كمدينة تعز التي تعاني من ازدحام سكاني كبير. وقيسي على ذلك باقي المدن، يعني نعم، يعني لو تحدثنا يعني في تعز كلها لم يبقى لنا إلا قسم دكتورة، يعني كيف سيكون الوضع؟ المناطق النائية طبعا ما يعني تخيلي انه هذا اذا كان داخل المدينة ما فيش معانا الا مستشفى واحد، ما بالك المناطق النائية؟ هذا يعرض النساء طبعا اثناء الولادة للمخاطر، اثناء الولادة الاطفال ايضا التحصين. طبعا في 2015-2016 المستشفيات كانت مدمرة تماما، التحصين توقف تماما في 2015-2016 بحيث انه مستشفى السويدي الذي كان يستقبل الاطفال كان مغلق تماما وبدأ يفتتح في أواخر 2016. فيعني بإمكانك أن تتخيل الكارثة الصحية التي نعاني منها. أضيفي إلى أنه المستشفيات الخاصة صحيح أنها تفتح، لكن الأسعار فيها باهظة جدا. الحاضنات أيضا للأطفال الخدق لا تتواجد إلا في مستشفى الجمهوري، مستشفى السويدي عفوا، ولكن طبعا السعة السريرية والحاضنات للأطفال الخدق قليلة جدا مقارنة بعدد السكان الكبير. يعني المستشفيات التي تعمل اليوم في مجال النساء والولادة ومجال رعاية الأطفال، المستشفيات هي تكافح من أجل البقاء، تكافح وما بين فينة وأخرى تقوم بعمل نداءات واستغاثات لإغاثتها ببعض المواد أو المحاليل أو الأدوية أو ما شابه ذلك، لأنه فعلا الجهد والطاقة أصبحت الكادر الموجود أصبح يعمل فوق طاقته. نحييهم ونشكرهم على كل ما يقومون به من أجل أبناء المدينة.
نعم، يعني نحن نتحدث دكتورة، يعني تحدثتي عن انقطاع كامل لفترة التحصين وهي ما بين 2015 و2016. أضف إلى ذلك يعني بالتأكيد نسبة الوعي ستقل لعدم وجود الإعلان المرافق أو المادة الإعلامية المرافقة لأهمية التحصين والأهمية يعني الولادة في أماكن ملائمة. هل تعتقدي أن يعني ازدادت حالات الوفاة بسبب أيضا نقص التوعية الحاصل بسبب الحرب؟ نعم، نحن بابين فينيتا وأخرى كانت توجد حملات للتوعية. حملات توعية بتحصين الأطفال، حملات حتى توعية، حتى كانت توجد توعية للنساء الحوامل كيف تهتم بنفسها كمرأة حامل ومتابعة النساء الحوامل، هذا قبل الحرب طبعا. كيف تتابع المرأة حالتها وكيف تتابع صحتها في المستشفيات الخاصة بالأمومة والطفولة. أيضا كانت المستشفيات الحكومة كلها يوجد بها قسم مهتم بالحامل وبالطفل، فكانت المرأة الحامل تلاقي الرعاية، تلاقي التوعية. أيضا كان التحصين من منزل إلى منزل. أضيف إلى ذلك أنه الآن لا توجد توعية. أضيف ذلك أنه الآن حتى الناس الآن التحصين أصبحوا يخافوا منه، لأنه يقول لك أنه التحصين يأتينا من مناطق خارج نطاق الشرعية، الله يعلم إيش يكون هذا التحصين الله. فحتى مخاوف الناس زادت من وهذا طبعا يؤثر سلبا على التحصين. لا توجد عملية توعية للناس بأهمية التحصين وبأن التحصين هذا آمن، فلا خوف عليهم ولا خوف على أطفالهم من تلقي هذا التحصين. ومن هنا نحن نناديهم أنه لا تقصروا في تحصين أطفالكم، كل ما يصل إلى الشرعية من المناطق الأخرى هو يصل عبر منظمات عاملة في نفس المجال، اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، منظمة تحاول أن تنقل محاليلها آمنة إلى مناطق الأخرى. ولكن طبعا حتى وعورة الطريق، المدن اليوم مفصولة عن بعضها البعض، حتى وصول التحصين مواد التحصين أصبح متعب وذو مخاطر، وإنما أن توجد مواد التحصين خير من أن لا توجد. نعم، إذا تسمحي لنا دكتورة أسمهان أن ينضم معنا الدكتور وليد الثجيري وهو طبيب أيضا من محافظة المحويت عبر الهاتف. مساء الخير دكتور وليد. مساء النور وعيد مبارك لكم جميعا. علينا وعليكم إن شاء الله دكتور. إذا تقرير أممي يتحدث عن أرقام مرعبة لوفيات المواليد، ضعنا في صورة الوضع الصحي بالنسبة للمواليد في المناطق التي تعرفها. نعم، الوضع الصحي في اليمن بشكل عام تدهور خلال فترة الأخيرة خصوصا من عام 2014. فنجد أن ألو؟ نعم أستمع إليك. ألو؟ نعم دكتور هل تسمعني؟ مرحبا. نعم يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، سنحاول التواصل بك مجددا دكتور وليد. إذا نعود إليك دكتورة أسمهان. دكتورة أسمهان، يعني كنا نتحدث عن مسألة أيضا التخوف من التحصين، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تفشي الفيروسات والأمراض المميتة والخطيرة بالنسبة للمواليد والأطفال. برأيك يعني لما تنتظر الحكومة أن تأتي المواد التحصين من مناطق سيطرة الحوثي؟ لما لا تبادر بتطمئة يعني تطمينة الجمهور الذي لديها والنزول ميدانيا للتقرب أكثر من هؤلاء الناس البسطاء وتعريفهم بأهمية التحصين؟ الحقيقة المنظمات هذه العاملة مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ما زالت تتعامل مع الشرعية لا أدري ما هذا الإقصاء، إنما تواجدها في مناطق الحوثيين، حتى في مناطق الحوثيين هذه المنظمات تعاني أيضا من وجودها في مناطق الحوثيين،
ولكن ربما لأنه صنعاء كانت يعني العاصمة الأم، فهذه المنظمات كانت عاملة منذ السابق، فهي حتى تنتقل إلى مناطق الشرعية ربما تأخذ وقت، أو لا أدري ما هي السياسة أو هذا التي يتبعونها، رغم أن المناطق التي تحت سيطرة الشرعية معروف أنها أكبر من المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين. الأمم المتحدة والعالم ما زال يتعامل مع قضايا الأمومة والطفولة بنوع من التساهل، بنوع من التراخي. لا ندري، العالم يهتم فعلا أنه سقوط الجرحى، نحن أيضا نهتم بهذا الموضوع، ولكن أيضا الأطفال هم المستقبل وهم الأمل القادم. ربما نحن اليوم نعاني، ولكن يجب أن لا نغفل حق هذه الأجيال التي ستبني يمن الغد، والتي يجب أن تكون خالية من أي أمراض. يعني اليوم عادت حتى الأمراض السابقة عادت للظهور، مثل أمراض الحصبة، أمراض الدفتيريا مثلا. أكثر في عام 2017، في منتصف عام 2017 عاد مرض الدفتيريا للظهور وحصد 76 حالة. أيضا الحصبة عادت بإحصائيات كبيرة جدا وحصدت الكثير من الأرواح، الكثير من الشلل الراخ، وكثير من الأمراض الأطفال الناتجة عن عدم التحصين عادت إلى الظهور مرة أخرى. بمعنى أن اليمن تعود إلى الوراء سنوات، ولكن رغم هذا يجب أن تعي الحكومة ويعي العالم أن الطفل اليمني الذي يعاني من مأساة الحرب يجب أن لا يكون هو وحده من يدفع ثمن هذه الحرب، وحق هذا الطفل هو كما قلت يا أستاذة في بداية حديثك حقه في الرعاية وأخذ التحصين. المجتمع أيضا يجب أن تكون هناك رسائل قوية في التوعية بأهمية هذه النقاط ودفع المجتمع والناس. إذن سأعود إليك دكتورة عادة. إلينا الطبيب وليد الثجيري من المحويت عبر الهاتف. مساء الخير مرة أخرى دكتور وليد، أتمنى أنك تسمعنا جيدا هذه المرة. مساء الخير لكم جميعا. نعم الصوت أوضح هذه المرة. نعم، إذن دكتور نود منك أن تضعنا في صورة الوضع الصحي في المحافظات التي تزورها أو المناطق التي يعني تعرف وضعها. نعم، كما تحدثت قبل قليل في أنه المرافق الصحية في اليمن بشكل عام، سواء مرافق الرعاية الصحية الأولية إلى الرعاية الصحية الثانوية وحتى المستشفيات في صنعاء، في المحويج، في الحديدة، وعمل ذلك على الجمهورية بأكملها، أنها لا تشتغل بكل كفاءتها. فنجد أن النصف منها يعمل بنصف كفاءته، أي بنسبة 50% فقط، وبعضها لا يعمل بتاتا، أي مغلق تماما، لا يعمل لا جزئيا ولا كليا، وإنما مغلق تماما. نعزو أساس ذلك كما تعلمون الحرب الواقعة، خاصة من عام 2014 ثم بعد ذلك، سواء حدث لها دمار كلي أو جزئي، وأيضا بسبب انقطاع المرتبات عن الكادر الصحي في الشمال والجنوب، هذا أيضا أدى إلى تدهور خدمات الرعاية الصحية وتغيب الكادر عن العمل وهجرة هذا الكادر وسفره إلى بلدان الجوار ليجدوا ما لقمة العيش، باعتبارهم أيضا أناس جيدهم من جزء الشعب حتى لو كانوا أطباء أو ممرضين. ولهذا نجد النظام الصحي بشكل عام تدهور، مثل بقية القطاعات الصحية الاقتصادية والسياسية والحكومية. نعم، إذن ربما تطرقت معنا ضيفتنا عبر الأقمار الاصطناعية الدكتورة أسمهان علي عن مسألة التحصين دكتور، ومدى تأثر هذا يعني الإجراء بالحرب، خاصة مسألة التوعية، مسألة التخوف من مواد التحصين. وربما جميعنا تابعنا على صفحات التواصل الاجتماعي أن هناك يعني إشاعات تلاحق هذه المواد بأنها مضرة وبأنها تضر بالأطفال، عوضا عن
أن تفيدهم. ما رأيك، ما مدى يعني تأثير هذا الأمر بالنسبة للمنظومة الصحية للمواليد والأطفال؟ صحيح، التدريب الصحي بشكل عام يعتبر عنصر مهم جدا في الصحة، وفي البرامج الرئيسية لوزارة الصحة يتم إدخال التوعية الصحية والتثقيف الصحي المجتمعي في كل البرامج، سواء كانت برامج التحصين من شلل الأطفال وحتى برامج العدوى الوبائية كالملاريا وحمى الضنك والكوليرا وغيرها. ولذلك يتم إدخال التثقيف الصحي في كل برنامج تشتغل عليها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ولهذا السبب نجد أن هناك أمراض مفروض أنها قد انتهت من اليمن أو دحرت من اليمن فيما قبل 2010، نجد أنها عارت من جديد. ربما يكون قلة التوعية أو انتشار ثقافة مغلوطة واحد من الأسباب، لكن ليس السبب الرئيسي أو الكلي. كما ذكرت لك سابقا، انهيار المنظومة الصحية بشكل عام أدى إلى ظهور مثل هذه الوبائيات أو هذه الأمراض كالديفتيريا على سبيل المثال، بينما يجب مثلا أن الكوليرا بمجرد أنه إذا اتحد الجانب الصحة مع الإصحاح البيئي والتثقيف الصحي نجد أن الحالات تخف بشكل كبير في معظم المحافظات الموضوعة. لأن عم أشدد على حكاية التثقيف الصحي وأهميتها في إنجاح برامج الصحة بشكل عام. نعم، إذن أنت حاليا موجود في المحوي، تحدثنا عن مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وخاصة المواليد والأمهات. اسمح لي أن إذا تحدثنا بلغة الأرقام فقط من هنا صحيح. ممكن أن أقول لك أنه سجلت نسبة حدوث المرابة للأمراض ذات الأولوية 51% من إجمالي الأمراض الأخرى. أهمها كان الالتهابات التنفسية العلوية الحادة بنسبة 14%، اشتباه ملاريا بنسبة 4%، إسهال حاد بنسبة 10%. بينما نجد أنه أمراض أخرى مثل التهاب الكبد الوبائي، الإسهال المائي وبالهالفية كانت كلها في هذه المحافظة أقل من 1% من إجمالي حدوث العدوى في التقارير المسجلة مثلا لآخر أسبوع، تليها الإسهالات المائية والمزمنة. بشكل عام أوضح لك أنه المحافظة مثلها مثل بقية المحافظات خاصة الشمالية تعاني من الأمراض خاصة الوبائية. نلاحظ أنه الملاريا والديدان الشائعة البلهارسية والإسهالات المائية تحتل جانبا كبيرا من هذا النشرة الوبائية الموجودة أسبوعيا، أي تليها تماما أو تليها مباشرة الموضوع الذي نحن بصدده اليوم أعتقد، وهو سوء التغذية والأمراض في الأطفال وخاصة دون سن الخامسة، حيث نجد أن المحافظة أيضا متأثرة بسوء التغذية خاصة عند الأطفال أقل من سن الخامسة. ولذلك نجد هناك تكتل كبير من تكتل الصحة عن طريق منظمات المجتمع اليمني العاملة في هذه المحافظة للعمل في هذه الأولويات. نعم. لو تحدثت معك عن عدد المترددين على المرافق الصحية مثلا بحسب الأمراض الوبائية الأسبوع الوبائي الأخير، وصل في جميع المحافظة جميع مديريات المحافظة إلى 27,587 حالة ترددت على هذه المرافق، مما يعني فعلا المرض الحادثة في هذه المحافظة مثل المحافظة الشمالية نعطي أولوية للأمراض الوبائية، تليها مباشرة أمراض سوء التغذية في الأطفال والأمهات. إذن دكتور، يعني ما هو تقييمك
المنظمات الدولية العاملة في اليمن، هل هي بحجم الكارثة وبحجم التقارير والأرقام الصادرة عنها؟ عفوا أستاذة، ممكن تعيدي السؤال؟ نعم، سألتك عن المنظمات الدولية العاملة في اليمن المتواجدة في بعض المحافظات، ما هو تقييمك لأدائها خاصة يعني بحجم التقارير والأرقام التي تصدرها، هل هناك توازن؟ فعلا المنظمات المجتمع المدني وخاصة التي لديها السيكتور اللي هو قسم الصحة، فعلا لا تدخل كبير ولها جهود كبيرة في المحافظات سواء الشمالية أو الجنوبية، أعتقد أنها تعمل على حد سواء، وهي تعمل جنبا بجنب مع وبتنسيق كبير مع مكاتب الصحة، مع وزارة الصحة، وللأمانة أنها تحل مشكلة كبيرة سواء كان عن طريق معالجة الأمراض والحد من انتشارها أو عن طريق إعطاء الكادر الصحي الحافز المالي الذي يستطيع من خلاله أن يؤدي وظيفته ومهمته في المراكز الصحية، ويستطيع أن يستقبل المرضى في أي وقت. هذه أنها تعمل بجانبين، تقليل عدد الوفيات واستقبال المرضى، معالجة الحالات التوقيف الصحي، في نفس الوقت لا تهم الكادر الصحي المحروم من راتبه، وإنما تعطيه حافز شهري، ولهذا أعتبر جهودها كبيرة ومشكورة عليه جدا، ونشجع على مواصلتها لهذه الجهود. وبالنسبة لتقاريرها، تقاريرها فعلا مضبوطة وتراجع من قبلهم، ومن ثم من قبل مكاتب الصحة، ومن ثم من قبل وزارة الصحة قبل أن ترفع عالميا عن طريق الأوتشا، لأنه هناك تكتل صحي واحد تجتمع من خلاله جميع منظمات المجتمع المدني مرة في الأسبوع، سواء كان في صنعاء أو في بقية المحافظات على حسب، وتستعرض فيه الخارطة الوبائية، التقارير، الأعداد، النسب، ولذلك فعلا تقاريرها الصادرة تكون انعكاسا للواقع الفعلي الذي نعانيه ونعيشه هنا في اليمن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور وليد الثجيري الطبيب، كنت معنا عبر الهاتف من المحويت. عودة إليك دكتورة أسمهان، تعقيبك على حديث الدكتور وليد فيما يخص المنظمات العاملة، خاصة وهو تحدث عن أنها تقدم دور كبير في مسألة الوباءات، وربما يعني لولا وجودها لكان الوضع أكثر سوءا وكارثية. بالفعل نحن نشكر كل المنظمات كما قال أخي الدكتور وليد، نشكر كل المنظمات العاملة في المجال الصحي في اليمن، نشكرهم على كل المجهود الذي يقدموه. إنما نطلب أيضا تسهيلات أكثر لهذه المنظمات، تسهيل للتنقل من عبر المحافظات، وأتمنى من المنظمات هذه أن تنتقل من مناطق تحت سيطرة الحوثيين إلى أيضا مناطق تحت سيطرة الشرعية، أن تتعامل سواء بسواء في تلك المناطق ومع مناطق سيطرة الشرعية، لأنه للأمانة هناك نوع من القصور. للأمانة لن نقول أن الدعم في مناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين كالدعم للمناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية، هناك فارق كبير جدا في التعامل والدعم. إنما أيضا ندعو كل أطراف الحرب لتجنيب الملف الصحي والتعامل مع الجانب الصحي بحذر شديد، وإبعاد الملف الصحي عن أي أو حياديته تماما عن الحرب، بحيث تسهل نقل المحاليل والمواد. أيضا أدعو وزير الصحة في مناطق الشرعية الدكتور ناصر باعوم، أدعوه إلى تفعيل الكثير من المراكز المغلقة. أحيانا نرى أن الخلل أيضا إداري، حيث أنها هذه المراكز لماذا هي مغلقة؟ هذه المراكز تقدم خدمات للناس الواقعين في مناطق نائية أيضا.
أيضا ندعوه إلى الاهتمام أيضا في جانب الملف الرعاية للأمومة والطفولة. ندعو الجميع للتكاتف في مناطق الشرعية أو المناطق تحت سيطرة الحوثيين، ندعوهم للتكاتف من أجل أجيالنا القادمة. لا نريد أيضا أجيالنا اليوم أن تتأثر وأن تطول أثر الحرب إلى ما بعد 20 سنة، لأن اليوم أنت إذا تدمر جيل يولد اليوم ويولد معوق أو مشوه نتيجة الأمراض الناتجة عن عدم التحصين، فالأمراض هذه ستؤثر على اليمن ولن تقوم لليمن قائمة حتى بعد 20 سنة. نعم، إذا يعني هذه دعواتك وجهتها لوزارة الصحة في الحكومة الشرعية، ماذا عن وزارة الصحة في حكومة الإنقلابيين؟ هل هي معفية عن أي التزامات وهي التي ربما يعني هي متحملة للدور في هذه المناطق التي تمنع وصول وزارة الصحة الشرعية إليها؟ ما هو دورها برأيك؟ أنا والله قد أقول لك أنه يجب على الوزارتين، يجب على المعنيين بالحرب سواء في مناطق الشرعية أو في مناطق الإنقلابيين، يجب عليهم أن يحيدوا الملف الصحي تماما، أن يكون بعيدا عن كل طرف من أطراف الحرب، وأن لا يضغطوا في هذا الملف، وأن يتركوا للأطباء حرية الحركة وللكادر حرية الحركة وللمنظمات أيضا حرية الحركة والتنقل. طبعا بالنسبة للحوثيين إحنا لن نتحدث عنهم، هؤلاء الناس أسوأ ما أنجبته اليمن، هؤلاء الناس سيدمرون جيلا وأجيال قادمة، هؤلاء الناس يعبثون بتاريخ اليمن وحاضره ومستقبله. نحن نحاول أن نتلافى قدر ما يمكن أن نحمي أجيالنا القادمة بالتحصين، نحمي أجيالنا القادمة بالولادة الطبيعية. أنا إن كنت أدعو ناصر باعوم وزير الشرعية لأنه الوزير الذي يمثلني، أما في حكومة الإنقلابيين أدعوهم إلى أن يحيدوا الملف الصحي جانبا، وأن يتركوا للمنظمات حرية الحركة وحرية العمل، وأن لا يقيدوا الحركة، وأن يفتحوا الطرق أمام المنظمات، أمام دخول المحاليل التحصين، وأمام الكادر والمنظمات أن تتحرك بحرية أكبر، لأن هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم في كل ما يحصل، وهم لا يعون حتى ما الذي هم قادمون عليه. نعم، إذن دكتورة يعني لو تحدثنا عن الإجراءات أو الخطوات العاجلة التي يفترض بالحكومة الشرعية اتخاذها حيال هذا الأمر، خاصة بعد قراءة مثل هذه التقارير، يفترض أن تشكل هناك غرفة طوارئ لحل ما يحدث. يعني نحن نتحدث عن 7 أنفس تموت كل ساعتين حسب تقارير اليونيسف، ما هي الإجراءات التي برأيك يجب أن تتخذ على شكل عاجل؟ أولا قلت لك يجب على الشرعية أن تقوم بتفعيل المراكز المغلقة وتقوم بفتحها، لأن المنظمات لن تدعم مراكز مغلقة، هذا شيء معروف، المنظمة لن تدعم مكان مغلق، يجب أن يكون المكان مفتوح وأن يبدأوا بالعمل، أن تدعم تدريب الكادر وتأهيله سواء حتى على مستوى القابلة. يعني أنا لا أتذكر متى آخر دورة دعيت إليها القابلات لتأهيلهن، أو أيضا على مستوى تعليم القابلات، على مستوى تأهيلهن في خاصة في الأرياف. أيضا يجب على الشرعية أن تحاول استقطاب المنظمات الداعمة في مجال التحصين، وأن تبادر وأن تسهل وأن تعمل ما يمكن عمله من أجل دخول مواد التحصين بشكل آمن إلى مناطق الشرعية. أيضا على وزارة الصحة في مناطق الشرعية أن تفعل مجال التثقيف الصحي والاهتمام والرعاية للطفل والأم الحامل. أيضا يجب عليها فتح الأقسام المغلقة في كافة مستشفيات المدن، ما زال هناك كثير من الأقسام النساء والولادة المغلقة في كثير من المدن. أيضا استدعاء الكادر واستقطابه، صرف الرواتب للكادر بشكل، أن يجب على الوزارة أن تعي أن رواتب الطبيب هي مهمة جدا، لأن هذا الطبيب هو من يحفظ حياة الناس، التي هي أهم محور يجب أن تهتم به حكومة الشرعية. أيضا يجب على حكومة الشرعية أن تهتم بتأهيل الأطباء في سواء بتدريب خارج اليمن أو بالبرد العربي، تفعيل البرد العربي أو بأي وسيلة كانت، لأنه نحن نحتاج إلى أطباء متخصصين في مجال الأمومة وأيضا في مجال الطفولة.
أيضا يجب مساعدة مكاتب الصحة المنتشرة في الجمهورية بتوفير كل ما تتطلبه لغرض الرعاية الأولية. يجب أيضا التركيز على النساء الحوامل والمواليد في القرى النائية التي حالهم اليوم أكيد سيكون أسوأ بكثير من السابق، خاصة بعد استمرار إذا كان في المدينة تعاني الأم والطفل، فما بالك بالقرى والمناطق الداخلية. يجب على الشرعية اليوم أن تلتفت إلى ملف الأمومة والطفولة كما التفتت إلى ملف الجرحى وأعطته اهتمام ونجحت في ذلك الملف. يجب أيضا أن تنجح في ملف الأمومة والطفولة وانتشال الأمومة والطفولة من الوضع الكارثي الذي يحصل اليوم. نعم. أن يموت الطفل كل 10 دقائق أو أن يلد أو أن يولد طفل دون أن يحصن، فيستقبل هذا اليمن طفل معاق، طفل لا يعيم الذي يصبح عالة على اليمن ويصبح عبء، بدل من أن هذا الطفل ينشأ ليبني الوطن سيصبح هو عالة. وكم ستكون لدينا من الأطفال الذين يعانون نتيجة عدم التحصين. فيجب على الشرعية أنها تلتفت وأن تطلق النداءات والاستغاثات وأن تطلق الإحصاءات الأولية للأطفال الذين لم يتلقوا التحصين أو الوفية الأطفال ووفية الأمهات والمستشفيات التي أغلقت فيها أقسام النساء والولادة، وأن تطلق نداءات الاستغاثة وأن تتفعل. يعني الوزارة يجب أن تلتفت لهذا الملف بغاية الاهتمام وبقوة يعني، وستنجح إن شاء الله كما نجحت في ملف الجرحى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتورة أسمهان علي الطبيبة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، ولنلتقيكم في مساء يمني الجديد. كونوا برعاية الله وأمنه.